حول ظواهر هذا الأسبوع يسعدنا أن نستضيف اثنين من النجوم الكبار، مدرب العام الحالي لمنتخب مصر الناشئين الكابتن مؤمن عبد الغفار. مساء الانوار ابو كباس. مساء الانوار يا كابتن. اهلا وسهلا. سعيد طبعا بوجودي مع حضرتك طبعا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. والمدير الفني السابق لطلائع الجيش الكابتن عبد الناصر محمد. مساء الانوار ابو كباس. مساء الخير يا جنرال. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ منور. الله يكرمك. سعيد ان مع حضرتك ومع الكابتن مؤمن طبعا. يا اهلا وسهلا. حبيبي يا كابتن. احنا النهارده عندنا طبعا جزء خاص بالظواهر، وفي الجزء الاخير زي ما انتم عارفين بنعمل حاجه لطيفه كده مع بعض ونشوف المعلومات الجميله والحكايات والروايات. نبدا مع تقرير هذا الاسبوع. يمكن أن تصف الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز بجولة المفاجآت، حيث شهدت أكثر من مفاجأة، كما يمكنك أن تصفها بجولة فوز المتذيلين وتخلي الأرض عن أصحابها. وصل الزمالك انتصاراته بالفوز على مصر المقاصة ليحافظ على القمة برصيد 61 نقطة، وجاءت الخسارة لتدفع عظيم المدير الفني للمقاصة للرحيل عن النادي ليتولى محمد عبد الجليل المهمة بدلا منه. استمر الإسماعيلي في تحقيق نتائجه الجيدة مع إيهاب جلال، وحقق فوزا كبيرا على سموحة بثلاثية، وهو الانتصار الثامن لإيهاب جلال مع الدراويش في 10 مباريات بالدوري. وجاءت الخسارة الثقيلة لسموحة. حول الجونة تأخره من سيراميكا بهدفين إلى الفوز 3-2 في مباراة مثيرة. وسقط الاتحاد السكندري في فخ التعادل مع المحلة، وهي نفس النتيجة التي حققها MP مع المقاولون العرب. انتفض ثلاثي القاع وحققوا الفوز أخيرا بعدما اكتسح وادي دجلة أسوان 4-1 في مباراة قوية للغزلان، وأدت الخسارة إلى استقالة علاء عبد العال من تدريب زهرة الجنوب. كما حقق البنك الأهلي الفوز على طلائع الجيش بضربتي جزاء، وبعد مرور 142 يوما استعاد الإنتاج الحربي ذاكرة انتصاراته وحقق الفوز على المصري 3-2، وهو الانتصار الثالث للفريق في الدوري. وفي دوري الأبطال وللمرة 14 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، يظهر الأهلي حامل اللقب في المباراة النهائية بعد تفوقه على الترجي التونسي ذهابا وإيابا لأول مرة في تاريخ المسابقة، ليواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في 17 من يوليو الجاري. وأصبح الأهلي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أفريقيا يفوز ذهابا وإيابا في نصف النهائي موسمين متتاليين، بعد أن هزم الوداد البيضاوي النسخة الماضية بهدفين دون رد في الدار البيضاء، ثم بثلاثة أهداف مقابل هدف. وودع فريق بيراميدز البطولة الكونفدرالية من الدور النصف النهائي عقب خسارته من الرجاء المغربي بركلات الترجيح، بعدما انتهت مباريتي الذهاب والإياب سلبيا، وهو الأمر الذي دفع إدارة بيراميدز للإطاحة بالأرجنتيني أروا بارينا من منصبه والاستعانة باليوناني تاكيز جونياس حتى نهاية الموسم. أول الظواهر النهاردة تحت عنوان الأهلي يعود إلى الدوري العام بعد غياب 50 يوم عن الدوري العام، لعب خلالهم 5 مباريات في البطولات الإفريقية. أبدأ بحضرتك كابتن عبد الناصر، النهاردة لقاء الأهلي وبيراميدز، كيف رأيت هذا اللقاء وأداء موسيماني؟ وهروح ناحية تانية بعديك واسأل على أداء جونياس. مباراة شوطها الأول شفته شوط عادي جدا من الفرقتين، ما كانش فيه أي إثارة غير الكرة اللي اتحسبت أوف سايد، الجول بتاع قفشة والفرصة بتاعت الأهلي اللي في البداية. كنت شايف إن بتاعت طاهر بالظبط. كنت شايف إن بيراميدز أفضل، انتشاره في الملعب، وجود مدرب جديد أو مدير فني جديد مديلهم طاقة، مديلهم حماس كتير، كل واحد عايز يوري له الشغل بتاعه، خصوصا إن تاكيس انا لعبته قصاده السنه اللي فاتت مع اف سي مصر، بيحب يلعب كوره كتير على الارض، بيحب يبدا من تحت كتير، بس عيبه ان هو لازم يغير من اسلوب، يعني مش الكوره مش كده بس، يعني لازم يبقى ليه عنده حلول كتير، هو ما عندوش حلول كتير. هو دايما كان مع دجله كان حلوله ان هو يوصل للخط او يعتمد على في ظهر المدافعين لو الفرقه فتحت قدامه، لكن الفرقه لو قفلت قدامه كويس ما بقاش عنده حلول. وده اللي انا عملته السنه اللي فاتت معاه وكسبت 1-0 بالشكل ده، وقفت ال 90 دقيقه ما اتحركتش، يعني وقفت فرقتي وخطفت جول في الدقيقه 92 وكسبنا المباراه. فهي دي كانت مشكلته. طبعا امكانيات لعيبه بيراميدز افضل اكيد، لكن لازم يهتم بالحته الدفاعيه شويه. يعني سواء كان مع دجله او دلوقتي مع بيراميدز لازم يهتم يعني كويس بالحته الدفاعيه، يعني لان هو بيخسر كتير، مبارياته دايما بيخسرها.
انا شايف النهارده بدايه كويسه مع بيراميدز امكانياتهم كمان الفنيه عاليه طبعا كلاعيبه، فكانوا بيوصلوا للجول وبيمثلوا خطوره شويه عن الاهلي في الشوط الاولاني. الشوط الثاني بقى تحول تماما. موسيماني بدا غلط، يعني انا شايف انه 4 3 3 اللي بدا بيها دي ما تنفعش في مباراه زي دي، كان لازم يبدا 4 3 2 4 2 3 1 زي ما حضرتك كنت بتقول كمان في التعليق. انا مع حضرتك جدا في الحته دي، ان هو 4 2 3 1 كانت الافضل، خاصه ان قفشه ما ينفعش يلعب على طرف. قفشه ما عندهوش السرعات، قفشه من النوعيه اللاعب اللي بيربط ما بين الخطوط، فهو مكانه الطبيعي اللي هو رقم 10 تحت المهاجم، والاطراف تبقى لعيبه سريعه عشان تقدر تروح للجول، زي طاهر محمد طاهر، زي حسين الشحات، او صلاح محسن، صلاح كهربا محسن كهربا، يعني الناس دي هي اللي بتعرف تروح للجول. قفشه ما عندهوش دي، هو لعيب حريف، لعيب بيعرف يربط بين الخطوط زي ما قلت. فانا لما ظبط الشوط الثاني موسيماني 4 2 3 1 الاهلي شكله افضل بكتير. ممتاز كابتن مؤمن. فيما يتعلق بتكيس جونياس النهارده لعب بدون راس حربه زي ما انت شفت، رأيك في تكتيكه النهاردة واعتمد على ايه من وجهة نظرك؟ هو اولا يعني زي ما حضرتك قلت كده في التعليق، او في لغز لوغاريتم كده مش مفهوم، يعني ان هو بيلعب بخمسة في نص الملعب، الكل بيهاجم، حضرتك ما تعرفش مين الفيرود اللي موجود، لكن برضو مش حاجة حلوة احنا مش عارفين مين الفيرود. يعني احنا بنتفرج مش عارفين اصلا مين اللي ممكن يتحرك في الحتة دي عشان يبقى فيرود يبقى هو كلامه صح. لكن هو اعتماده على سرعات إريك تراوري من قلب الملعب، ان هو يعمل الهجمه المرتده، ان هو يكمل مع رمضان صبحي، ابراهيم عادل اوقات بينزل نص الملعب برضه لعيب كره زي امكانيات عبد الله السعيد. لكن الشكل اللي بدا بيه كده في البدايه بدون مهاجم حاجه برضه لوغاريتم بالنسبه لنا، مش عارفين هو نازل بيعمل ايه. هو طبعا طريقه لعبه المعروفه ان هو دايما بيلعب على بدايه اللعب في ال 18 والجول يبدا ويحضر، مش هيقدر يعمل الكلام ده في خلال 48 ساعة مع بيراميدز بامكانيات بيراميدز طبعا الكبيرة باللعيبة الموجودة دي، هياخد وقت شوية. ما اعرفش هل هينجح في الطريقة دي ولا لا معاهم، يعني هو برضه هل هيقدر يعمل الكلام ده معاهم ولا لا، وخاصة النهارده بيلعب بعد ما تولى المسؤولية مع النادي الاهلي، نادي كبير وراجع من مكسب كبير جدا على الترجي ومعنويات عالية للاهلي، هو راجع فريق بيراميدز من خسارة، اغلب اللعيبة يعني في وقت قليل في حالة من الاجهاد برضه عندهم شوية، فترة من الفترات في شد عصبي من بعض اللعيبة قدام النادي الأهلي، ده فارق كتير جدا. فأنا يعني النهاردة برضو النادي الأهلي في وجهة نظر يعني خسر 3 بوت سهلين جدا، سهلين جدا جدا النهاردة. كان ممكن كرة طاهر في أول المباراة تغير الشكل تماما، والنادي الأهلي كان ممكن يكسب بنتيجة كبيرة. النادي الأهلي ما استغلش حالة الطرد كمان اللي كان موجودة لبيراميدز، ضيع فرص كتيره جدا، كان لعب يعني شوط كامل تقريبا ناقص، ده يعني كتر خير بيراميدز، كتر خير بيراميدز قوي، ده الترجي اتجلد في الماتش اللي فات بالطرد ده، يخسر 5-6 في المباراه الاخيره بالظبط، خسر 3، ده 3 مع الرقفه، كان ممكن نتيجه اكبر تبقى اكبر من كده، وممكن في حاله عدم الطرد كان ممكن المباراه تتغير غير كده خالص يعني ماتش الترجي. لكن النهارده الاهلي كان عنده فرصه ان كان ممكن يكسب بنتيجه كبيره جدا النهارده، ضربه جزاء بتضيع. برده مش عارف يعني موضوع علي معلول كابتن فرقه وكل حاجه واسم كبير، لكن في واحد تاني في الفرقه بيشوط ضربات جزاء كويس قوي، بنون، بدر بنون، يعني من احسن اللعيبه، مش عارف علي كمان بيشوط جدا، بس يعني في واحد انت كنت شايف اضمن منه بالظبط، ده اللي انا اقصده. فانا مش عارف حته علي معلول عشان جاب ضربه جزاء الاخيره فممكن لعبها، لكن انت في صوته في حطها حلو قوي كمان يعني، لكن حظه سيء. لكن ده اللي انا شايفه النهارده تكيس جونياس ايه اللي هيقدر يعمله، رغم ان هو مسك قبل كده دجله، خسر كتير جدا مع دجله بالطريقه اللي كان بيلعبها، كان مهدد بالهبوط بالظبط. فهل في الوقت ده هل هو يقدر يعدل من فرقه بيراميدز، وخاصه ان هو معاه لعيبه بسم الله ما شاء الله اسامي جامده جدا. طيب في المنطقه دي يعني هل انت لاحظت انه بيراميدز اتاثر بطرد تونجا؟ يعني هل قل مستواه؟ هل ما قدرش يهاجم النادي الاهلي؟ بالعكس، انا شفت الشوط الثاني، الشوط الثاني بالذات بيراميدز كان بيروح يعني بيحاول، وطرد دونجا يعني حضرتك عارف ساعات بيدي طاقه للعيبه زياده، ان كل واحد يبذل فوق المجهود مجهود زياده، وده اللي شفته في بيراميدز النهارده. بيراميدز كان مصمم انه ما يخسرش المباراه، كان في اخطاء، في خطا بتاع ضربه الجزاء يعني ما يتعملش، كان خطا ساذج جدا ضربه الجزاء دي، لكن جدا لكن معلول طلعها ضيعها. وتهاون لعيبه الاهلي النهارده، الاهلي في الشوط الثاني انا اول مره اشوف الاهلي بالحاله دي، حاله ايه؟ الاهلي دايما
لما بيبقى كسبان يا كابتن مؤمن تلاقيه دايس على الفرقه اكتر طبعا. وعايز يجيب الثاني والثالث والرابع طول عمر الاهلي كده. الاهلي احنا بنشوف مع موسيماني حالات جديده، حالات جديده اللي هي ايه؟ زي ان الاهلي بقى بيدافع في مباريات كتير ويقف، ودي مش طبيعه الاهلي. الحاجه الثانيه النهارده الاهلي بيتدلع في دلع شويه في الفرص اللي بتضيع، ان هم ضامنين مباراه، الهدف التعادل الثاني، الباص اللي ورا بمنتهى الاستهتار، وان تتلعب للشناوي بالشكل ده كان في استهتار كتير. احنا اول ما نشوف لعيبه الاهلي في الحاله دي وبدا يرجعوا. كابتن عبد الناصر كمان رجعوا في اخر خمس دقايق النادي الاهلي وانا فارق لعيب والفرقه الثانيه وقعت، وتغييراتهم كمان يا كابتن مدحت اللي حصلت من تاكس لجونياس، اثنين لعيبه من افضل اللعيبه اللي في الملعب، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، الاثنين خرجوا مره واحده ففرقوا كتير جدا مع بيراميدز. دي تغييره غريبه فعلا ان هما الاثنين يعني قلبوا الفرقه، يعني كان ممكن عبد الله السعيد طبعا عشان اللياقه البدنيه وابراهيم عادل يكمل تمام لكن انا بقول لحضرتك كمال ابراهيم عادل بعد الخبطه يكون اشتكى او حاجه، الله اعلم. ممكن طبعا احنا دي مش عارفين دي يعني لكن انا بقول بيراميدز، لا بيراميدز النهارده يعني كان مصمم يخرج بدون هزيمه وتحقق له اللي حصل، يعني لم يتأثر بالطرد. لا ما تأثرش كتير، لم يتأثر. طب كابتن مؤمن هل فوجئت بمشاركة إبراهيم حسن؟ ما بيلعبش أساسا معاهم خالص، وأحمد الشيخ بالظبط، هل فوجئت بإشراكهما؟ يعني أنا فوجئت بإن إبراهيم الشوط الأولاني بعد ما خلص إن هو موجود ما كانش كويس في حالته خالص وما بيلعبش أساسا، بقى له فترة فكون إن أجي ألعبه مرة واحدة كده في ماتش صعب زي ده، أنا فوجئت إن هو موجود في الملعب مش في حالته خالص. أنا يعني ما شفتوش غير في كورة الشوط الثاني اللي هي عدى ورقص مع جول ودخل ال 18 وكان ممكن يجيب جول، الكره الوحيده اللي شفته فيها. فانا مش عارف، رغم ان كان ممكن في وقت من الاوقات بعد طرد دونجا عنده محمود حماده كمان بره من اللعيبه الركائز اللي بتلعب كوسط ملعب مدافع يقدر يظبط خط وسط الملعب شويه، لان في رمضان موجود وفي عبد الله السعيد وابراهيم عادل وتراوري، اربعه عندهم الناحيه الهجوميه عاليه جدا. فبعد دونجا لا، كان لازم احط واحد ديفندر كمان في نص الملعب، احمد الشيخ. لكن احمد الشيخ برضه بعيد جدا وبعيد عن مستواه تماما، يعني هو نزل مكان ابراهيم عادل في الدقيقه 63، كان محتاج ان انا احط حد بقى زي ما نزل محمود حماده متاخر شويه، يعني كان المفروض بعد طرد دونجا كان لازم يفكر في تغيير بدري شويه يظبط نص الملعب يعني من بدري. طيب عمر جابر بدلا من ابراهيم حسن يا كابتن؟ عمر جابر رجليه في الملعب اكتر، ويعني بيأدي الفترات اللي بيلعب فيها بيأدي بشكل كويس، فأنا شايف إنها تغييرة مهمة كانت لبيراميدز. برضو نزول محمود وادي كمهاجم بقى موجود صريح، لأن الشوط الأولاني ما كانش موجود الموضوع ده. بس أنا يعني أنا طبعا بختلف مع كابتن مون في حتة إن أنا عجبني بدايته هو تقريبا كان بيلعب 4-1-4-1 بالظبط والخمسه اللي قدام بيحصل تغيير، ان تلاقي مثلا ممكن رمضان هو اللي داخل فيرود او اي حد بيخش فيرود مكان تراوري او تراوري بيروح بسرعته، فدي كانت محيره لعيبه الاهلي شويه، محيره الديفنس بتاع الاهلي شويه. فدي برضو خلت بيراميدز ليها شكل في الـ في الـ في, في الشوط الاولاني اكتر من الاهلي. الجون اللي جه ده يعني غلطه مين بره الشناوي؟ وهنشوفها مرة تانية برضو وتبص عليها كويس. غلطة يعني طبعا انا هتكلم كده على التغييرة بتاعت مروان محسن بعد ما نتكلم بس على الجزئية دي، لأنه نزل مروان محسن في الدقيقة 93 فاضل دقيقتين بدل من اليو ديانج، يعني تغييرة عبال ما يسخن هيكون ماتش خلص. الكرة دي يا كابتن مؤمن يعني تحملها لمين بره الشناوي؟ قفشة طبعا نمرة واحد، نمرة اتنين للشناوي مفيش غير كده يعني اول واحد هو قفشه من البدايه، ورامي ربيعه عادي ان هو يرجعها في الحته دي، ربيعه يرجع بس هو المفروض الشناوي ما ينفعش ان لازم تتلعب من لمسه واحده يعني لازم تتشال مره واحده، وبعد كده هنا صعب ان انا يعني حتى اروح برجلي، يعني ما ينفعش يروح برجله في الكوره بعد ما طولت، كمان لازم يروح راح بجسمه قافل الزاويه، لان جسمه كمان لما يروح ينطر نفسه سهل قوي يقفل بعد ما طولت منه، راح برجله راح برجله ما ينفعش يروح برجله، هو كان بيزقها يعني عشان يلعبها برجله. بص يا كابتن هو سندها فبعدت، بص حضرتك هنا بعد ما سند هي بعدت خلاص راحت لتراوري، وتراوري كان عنده عزيمه ان يكمل، هنا لازم اروح اطير بجسمي يعني لازم يروح يطير بجسمه مش برجله فاهمني، لان كمان جسمه هياخد مساحه اكتر يا كابتن مدحت. لكن هنا قفشه نمره واحد في شيء من الاستهتار شويه ان انا بستحوذ على الكره، لكن هنا بص حضرتك لازم يطير مش برجله فاهمني، ودايما الشناوي بياخد الكره دي دايما بياخدها، وعملها النهارده كذا مره يعني في واحده كمان عملها الشوط الاولاني مع ابراهيم عادل لو تذكر، اللي كان بيراميدز عايز ضربه جزاء فيها برضه استلم الكره وحش اللي هي اللي اعترض على لعيبه بيراميدز عايزين ضربه جزاء برضه استلم الكره في وقتها وحش لكن بص حضرتك قفشه هنا عملها ازاي وحشه جدا يعني وفي وقت الاهلي
كسبان ونقص عددي عند بيراميدز ووقت في اخر دقيقتين ثلاثه، ما ينفعش اعمل الكلام ده هنا، وما ينفعش اجيب لعيبتي كلها في ال 18. لازم اكون في نص ملعب بيراميدز. لكن هنا لو راح بالكره بايده كان ممكن ياخدها ويقفل زاويه الهدف الاعلى. بص حضرتك كابتن هنا كمان هتعدي من الزاويه دي اكتر. بص حضرتك راح برجله، راح برجله صح. فهو لا خطا طبعا، كان لازم يفرش بجسمه، جسمه كله، جسمه، لان هيقفل دي بسرعه. لكن هو ايده في اتجاه القائم يعني. إيريك تراو الله ينور عليك كابتن. فلكن بص حضرتك هنا ادي الاستلام. خلاص بقى طولت مني اروح كاني راح اطير عليها. لكن برجلي لا، إيريك تراوري اسرع. فخطأ طبعا. نمرة واحد قفشة هو اللي عمل المشكلة دي من البداية، انها اتعملت كده فراحت لربيعة. لكن لا، انا لازم احط الكرة في نص الملعب. طيب اخيرا في الماتش ده كابتن عبد الناصر، هل تتوقع بعد ما اتفرجت على بيراميدز النهاردة مع جونياس، هل تتوقع ان بيراميدز يؤدي بشكل افضل مما كان عليه مع ايرو بارينا؟ بص يا كابتن، الموضوع مش موضوع كرة بس، مش موضوع فني بس. انا شايف في حتة إدارية برضو، السيطرة على لاعيبة بيراميدز عايزة قوة وعايزة شدة من الإدارة. من الإدارة طبعا. الإدارة والمدير الفني. والمدير الفني طبعا. المدير الفني لو ما سيطرش على اللعيبة دي بيراميدز هيبقى في النازل برضو. لكن أنا شايفه يعني حاسس كده إن هو إيه جاي بقوة وبيتكلم بشدة على في الملعب، وبي يعني غير أروبارينا ما كانش بيتكلم أساسا يعني. لا أروبارينا كان قاعد. كان يعني أنا كنت بستغرب كمان إن هما ما غيروهوش من بدري. أنا كنت هو كان شرطه جزائي كبير قوي، فهم كانوا عشمانين إنه الفرقة تقوم يعني. لا ما قامتش خالص. ما قامتش، لا ما قامتش طبعا، والتغيير متأخر. لكن هي الحتة إدارية نمرة واحد تتصلح في نادي بيراميدز. بعد كده الجهاز الفني وبقيادة تاكيس ان هم يقدروا يسيطروا على اللعيبة دي. في الحالة دي ممكن يشتغلوا، بس تاكيس لازم يحسن من نفسه في الأداء الفني، لازم لازم يغير من نفسه شوية، مش كله ان احنا نبدأ من تحت ونلعب ونوصل زي ايام وادي دجلة. ايام وادي دجلة لازم الأخطاء اللي عنده ايام وادي دجلة يصلحها مع بيراميدز، لأن بيراميدز فرقة كبيرة. بيراميدز بتلعب في بطولات وعايز تاخد بطولات. لأن بيراميدز لو فضل بالشكل ده بيراميدز هيبقى إلى زوال. طيب برضو اخيرا، هل النادي الاهلي وموسيماني هيلعب يوم الاحد امام سموحه بنفس الطريقه 4-3-2-1؟ 4-3-2-1 اللي هو لعبها النهارده 4-3-3 يعني هو لعب 4-3. هو اكشلي انه شريف راس حربه راس حربه بالظبط، هو تحت 2 اللي هو قفشه وطاهر. هو برضه كابتن عناصر بيلعب ب 4-1 يعني، هو دايما بيأخر حمدي فتحي شويه كانه راجل قدام المساكين، وبيلعب ب 4 اوقات بيحط قفشه ناحيه الشمال، ودي طبعا بتعمل مشكله للنادي الاهلي في الشوط الاول. لكن لازم يغير الطريقه، لان انا النادي الاهلي فمش هنزل العب كده. انا لازم اغير، لازم العب 4-2-3-1 واستغل لعيبه عندي كتيره جدا في التشكيل. يعني النهارده برضو ما اعرفش، انا الله اعلم جونيور اجي هل مصاب ولا هو سليم ولا هو في حاجه. لا سليم، وكان في البدلاء النهارده. يعني بعد ماتش الترجي لازم النهارده يكون في التغييرات اللي بتبقى موجوده، مع احترامي طبعا. كهربا نزل، موفق في كره جت وراحت عكسيه طبعا الناحيه الثانيه، تغيير رد الفعل وحطها. لكن لا، جونيور اجي افضل في وقت معين في استحواذ للنادي الاهلي في الكره، هو اكتر واحد كان ممكن يفرق مع النادي الاهلي في تغييراته. جونيور اجي. لكن الطريقه اللي يلعب بيها لا، لازم يغير الطريقه، يرجع لا. تاني 4-2-3-1. ممتاز. طيب نروح للزمالك ومواصله الانتصار، وهبدا مع حضرتك انت كابتن مؤمن المره دي. مصر المقاصه في اخر مباراه، فاز الزمالك على مصر المقاصه 1-0. أداء نادي الزمالك من وجهة نظرك، وهل كان متألقا طوال الشوطين، ولا هو خطف هدف من ضربة الجزاء وانتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا، مباراة ما كانتش حلوة. يمكن مباراة الكاس كانت أحسن شوية. الزمالك ومقصة كان أحسن في ماتش الكاس، الأسبوع اللي قبله على طول فنيا كان أحسن شوية. لا، في الدوري الماتش كان يعني ما كانش كويس من نادي الزمالك. ممكن كل هدف بدري ده خلى لعيبة نادي الزمالك، وده خطأ دايما موجود في لعيبة نادي الزمالك، إن لما بيجي جول بدري بيفضلوا طول المباراة ممكن في أي وقت خلال المباراة حتى في الدقيقة 90 يجي فيهم جون تعادل. مش الماتش ده بس، ده في كل الماتشات اللي هم بيبقوا متقدمين، وكان هيحصل 1-0 وكان ممكن بسهولة قوي يجي فيهم جون، وكان ممكن يكسبوا في المباراة دي كمان 2-3 يعني، كان ممكن يفرقوا في الفرص ويجيبوا جوان كتيرة. لكن الزمالك. هم الزمالك المباراة كانت ضعيفة جدا من نادي الزمالك فنيا، جابوا جول بدري. المفروض أنا كنادي كبير جبت جول بدري يبقى لازم اكمل عشان اجيب جول تاني، وخاصه ان المقصه في الفتره الاخيره في بعض المشاكل اللي موجوده داخليه في النواحي الماديه يا كابتن مدحت، يعني في مشاكل دي، يمكن دي سبب كانت رئيسي من كابتن عظيم ان هو يسيب الفرقه ويمشي. لكن خسروا ماتشات كتيره، الماتشات اللي كسبوها مع فرق برضو
انتاج حربي، اسوان، محله، الفرق الكبيره. كان المقص. المقص. خلي بالك عندهم برضو ازمات ماليه. ما انا لسه بقول لحضرتك عندهم مشاكل ماليه. لكن كزمالك فانا لازم استغل دي. ده انا جالي جون من السما كده بدري، فلازم اجيب جول تاني. اللعيبه بقى عندها القصه ديت. فانا شايف المباراه ما كانتش حلوه بين الزمالك والمقصه. المفروض يعني ما كانش على المستوى اللي يجب ان يكون عليه. بالظبط. كابتن عبد الناصر، هل تخطى الزمالك فنيا مرحله فرجان الساسي من وجهه نظرك؟ انا بزعل على السؤال ده من ليه بقى؟ هو لحضرتك اتفضل. مش عايزين نزعلك يعني. لا، لان الزمالك والاهلي ما ينفعش نقول ده خطوا مرحله فلان او فلان او فلان. الزمالك والاهلي ما يعني هما اللي يصنعوا اللعب. طبعا. الزمالك يعني تخطى مرحله حازم امام وتخطى مرحله حسام حسن يعني، فالموضوع عادي، انا شايفه عادي. هو كان الموضوع اوفر قوي، فلازم يجي تقول ايه اتصالات الكتير وبتاع. ما يعني انا بيبقى لعيب مهم في انا مع حضرتك طبعا، بس انا بيعجبني الاهلي بقى في الحته دي. ان الاهلي معاك ساعه ترد علينا، مش عايزنا، مع السلامه. بس كده يعني. هو ده الزمالك والاهلي يعني قيمه كبيره قوي. طبيعي. فانا شايف ان الزمالك لا بيتخطى وبيشتغل. اتكلم على فنيا. فنيا لا عادي، بيشتغل وعنده لعيبه كويسه جدا ممكن تادي الدور ده. فانا شايف لا، ان الزمالك ما فيش مشكله. طب لو فكرت في نهايه الموسم في حد من الناس المعاره خارج الزمالك يشغل مكان فرجاني، احنا عارفين طبعا انه في امام عاشور موجود، لكن هل محمد ابراهيم يستطيع ولا امام عاشور افضل في المركز ده جنب طارق حامد؟ امام عاشور. امام عاشور. ليه؟ القوه البدنيه، اللياقه واللياقه طبعا بتاعته، وصغر السن. محمد ابراهيم خد وقته مع الزمالك وخلاص يعني، انا شايف انها مرحله وعدت، مش يعني مش هيرجع لها تاني. هو بيع نهائي طبعا. انا اقصد ان هم يشتروه يعني. لا هتبقى مع يعني خلاص. اصل بص حضرتك، في لعيبه كده خلاص بتجرب حظها في منطقه. وما ينفعش ان هي ترجع تاني للمنطقه دي. هتبقى صعبه شويه. لكن صعب. انا شايف يعني يعتمدوا على اللعيبه، حد من الناشئين طبعا اللي هم بيتصعدوا معاهم، بس ده عايز وقت شويه. وامام عاشور طبعا، بس امام انا قابلت امام مره واتكلمت معاه بعد المشكله بتاعته، قلت له يا ابني انت لعيب كوره، ما ينفعش اللي بيحصل ده بره في اوض اللبس والحاجات دي، ما ينفعش يتعمل من لعيب كوره، لان دي بتتحسب عليك، خصوصا انت في نادي كبير. وهو كان ندمان وهو بيتكلم معايا يعني، بصراحه حسيت ان هو كان ندمان، ولا انا فعلا غلطت، وانا ما كانش ينفع اعمل كده والكلام ده. وعايز الناس بقى يعني ايه، خلاص احنا عندنا مشكلتنا. لا، مرحله وعدت خلاص طبعا. لا مرحله وعدت يعني. ربما في طبعا رؤى، وربما في محمود عبد العزيز يا كابتن. المهم انت كنت لعيب وسط كبير جدا ما شاء الله عليك يعني. هل شايف انه الزمالك استفاد من الاثنين دول؟ لا، لغايه دلوقتي لا. من ساعه ما جم ما استفادوش من رؤى خالص، ولا من محمود عبد العزيز. مقارنه طبعا بفرجاني كمان، لا يعني فرق شاسع. يعني ما بين الاثنين لا، فرجاني كمان هيأثر معاهم يعني، للامانه طبعا هو هيأثر معاهم، لعيب كوره كبير جدا طبعا. لكن اذا امام زي ما حضرتك قلت كده، ان امام ده لعيب كويس جدا، عنده التسديد على المرمى حاجه كويسه جدا، ولسه صغير. لو اهتم بنفسه عشان يبقى حاجه زي ما الكابتن عبد الناصر قال، لا ممكن يبقى حاجه بديله لفرجان. لكن انا برضو هرجع اقول فرجان لعيب كوره كويس جدا، يفرق في اداء نادي الزمالك كتير جدا. لكن محمد ابراهيم يؤدي القصه ديت، لا في اوباما كمان موجود، في بن شرقي موجود. بس اوباما بيلعب رقم 10 يعني. 10، ومحمد ابراهيم نفس القصه يعني. محمد ابراهيم دايما في برضه رقم 10. رقم 10 على طول. بالظبط. صح صح. طيب رايك ايه في ضم الجزيري النهارده؟ فيرود كويس جدا، شايفه كويس جدا. لا فيرود كويس جدا، محتاج لسه كمان، ده هو كده لسه ما طلعش اللي عنده اكتر. لان طبعا شفناه كتير بقى لنا 4 5 مواسم وهو في المقاولين وهو في طنطا. كان هايل جدا فيرود. كويس جدا جدا، محتاج يلعب كتير، محتاج يحط رجله، مش يلعب مباراه ويقعد. العبه ماتش بعد كده اطلعه تاني ماتشين. في حاجات كده لازم يبقى فيه دايما استمراريه في اللعب. لكن هو يعني كويس، شايف جداً ان هو مكسب لنادي طبعا الزمالك. فيرود كويس جدا 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 في الزمالك، بس محتاجين نادي الزمالك كمان فيرود كمان تاني. يعني مش هل بس مروان حمدي يعني شايف ان هو هيفيد الزمالك بصراحه؟ لا بصراحه لا، انا شايف ان الجزيري افضل بكتير. بس كمان عايز اقول لحضرتك حاجه، الجزيري بيلعب على طرف كمان. يعني هو من نوعيه اللعيبه اللي بتيجي من الجنب كويس جدا جدا. هو كان في طنطا بيشتغل كده، مش دايما فيرود صريح. في طنطا كان كده، كان بيشتغل على طرف اللي هو الطرف الشمال، وبيعرف برضو لما اللعيب بيجي بوشه، وخصوصا لما يكون مهاجم وجاي بوشه، دي بتبقى بالنسبه له مهمه جدا، بيعرف يسجل كتير. فالجزيري هيستفادوا منه قوي طبعا الفتره اللي جايه. مروان فيرود صندوق،
عايز يعني عايز وقت كتير صراحه، عايز وقت كبير، وعايز يعني عايز زي زمان كده الزمالك يكون جوه ال18 على طول وكور عرضيه. بس مروان لغايه دلوقتي لسه ما تخطاش مرحله. بس بص يا كابتن مدحت، في لعيب بيتخطى بيروح مرحله كده زي مثلا لعيب دوري الدرجه الثانيه وطلع ممتاز الف، في واحد بيعديها بسرعه المرحله دي وبيخش خلاص في الممتاز، وفي واحد بياخد وقت كبير عشان يتكيف ويبقى لاعب دوري ممتاز. فهي دي عند مروان لغايه دلوقتي لسه مش قادر يتكيف ان هو في نادي الزمالك. وبالتالي هيبقى فرصه استمراره ما هياش سهله. ممكن بعد ما شايان مصطفى محمد كمان يا كابتن مدحت بقت المشكله كبيره، مقارنه كبيره بقت المقارنه صعبه طبعًا. لازم حد يجي يبقى احسن من مصطفى محمد كمان، فنادي الزمالك محتاج حد جامد جدا. منين بقى الاحسن؟ يبقى افريقي بقى، يجيب واحد عربي حاجه من افريقيا بقى. يعني مهاجم طبعا. انت كنت راس حربه جامد جدا. طبعا. طيب ابدا معاك كابتن ناصر فيما يتعلق بطنطا، انا اسف، الانتاج الحربي والمفاجاه اذا اعتبرتها مفاجاه. الانتاج الحربي يحقق الفوز على المصري 3-2 على ملعب النادي المصري، شايف المفاجاه دي شكلها ايه وجت ازاي؟ طبعا مفاجاه كبيره، خصوصا ان كل الناس سلمت ان الانتاج نزل خلاص وان المصري شارخ ما شاء الله. الله اكبر. بس يعني المصري دي توابع مباراته في الكاس مع اسوان بالظبط. نفس الفيلم، انه نفس الموضوع، وخسر بشكل كان متقدم على اسوان 2-0 وتعادلوا 2-2 وضرب خسر بضربات الجزاء. المصري بيمر بحاله انعدام وزن شويه، خصوصا بسبب كلام على طول الفتره اللي فاتت ان الكابتن علي ماهر رايح بيراميدز. ده الراجل مضى معاهم سنه على ما اعتقد جديده، يعني اللي هو الكابتن علي ماهر مع المصري. ده مؤخرا، لكن انا كنت انا سامع انه هيجددوا، ما اعرفش هو طالب ان هو يكمل، يعني هو دلوقتي بدا يقول لا انا هكمل في المصري. بس كان الفتره اللي فاتت كل الكلام انه ماشي ماشي ماشي، فاكيد دي عملت بلبله جوه الفرقه، ده طبيعي يعني في اي فرقه بيحصل كده. فالمصري كان بيمر مع ان المصري السنه دي كابتن علي ماهر عامل شغل كويس جدا جدا ما شاء الله لا يعني حاططهم في مركز، خلي بالك ده حتى هذه اللحظه في المركز الثاني 43 نقطه. يعني هي انا اعتقد طبيعي يا كابتن الفرق غير الاهلي والزمالك ان بيجي لهم وقت بينزلوا فيه شويه وبتاع. المصري دلوقتي في مرحله الهبوط واعتقد هيبتدي يطلع تاني ان شاء الله، وخصوصا مع استقرار الكابتن علي ماهر. طبعا اكيد. يعني خلينا اسالك كابتن مؤمن، الانتاج الحربي، الانتاج الحربي في قاع جدول الدوري كان عنده 14 نقطه قبل المباراه دي، يعني هو راح للنقطه دلوقتي 17 بعد ما كسب النادي المصري. يعني هل عنده فرصه الانتاج الحربي مع الكابتن كشري؟ هو لاعب 25 مباراه، خلي بالك 26 ها؟ الانتاج لعب 25 مباراة، لسه له مباراة، ليه مباراة، ايوه له مباراة لسه، وعنده 17 نقطة، اللي فوق منه 22 24 24، وهو له مباراة بالنسبة للانتاج. البنك الاهلي، البنك الاهلي لعب 25 والانتاج لعب 25، دجلة لعب 26 واسوان لعب 26. هل عنده فرصة ولا الامر صعب جدا؟ لا عنده فرصة، يعني لو كسب بكرة هو يخش في الموضوع بكره، هيلاعب بكره الجونه، عنده الجونه بكره ماتش تقيل، والجونه الماتش اللي فات كسبان وكسبان مكسب حلو قوي 3-2 وكان خسران وخسران من سيراميكا 2 فيكسب 3، فماتش صعب جدا على الانتاج رغم ان في ملعبه. مباراه بكره هي زي ما حضرتك بتقول كده، تفكر نقول انه ممكن يكمل ويصعد يصعد من المكان يعني اللي هو لو بكره كسب يبقى 20 نقطه طبعا، خسر خلاص وهتفرق معاه النتيجه اللي قبليه اسوان وسيراميك. واسوان وسيراميك طبعا لانه اسوان لو فضل ثابت عند النقطه دي موقفه صعب جدا جدا عند 24 نقطه، فعشان يقرب لازم 26 ماتش ده هيبقى 27 طبعا. لو كسب بكره الانتاج كسب بكره هيقرب من الفرق دي كلها، يبدا يضغط بقى على الناس اللي فوقيه، اللي هيبقى 20 بونت وفوقيه 22 و22 و24، بقت قريبه. لكن لو اتغلب وخاصه في ملعبه بكره المباراه على ملعبه، وليه مباراه مؤجله، يعني مش متذكر مع مين المباراه المؤجله، لكن لا لازم بكره يكسب. طيب هو عنده كمان بعد كده مع الاهلي وعنده مع بيراميدز ماتشين مؤجلين، الله يكون في عون كشري، يعني كشري محتاج شويه صلصه وشطه عشان يحبك الخلطه، مساله ما هياش بالبساطه دي يعني. صعب يعني مأمورية، الله يكون في عونك يا ابو كباتن، والله الله يكون في عونك. بس هو عداها السنه اللي فاتت مع اسوان،
بمعجزه. بمعجزه. عنده الخبره يعني. عنده الخبره في الموضوع ده. هو هي الفرق كلها كابتن مدحت اللي تحت يعني عندهم تدخل. الامل عندهم تدخل. الامل. طبعا يعني اسوان برضو. اسوان انا شايفها فرقه محترمه جدا جدا يعني. عندهم لعيبه كويسه قوي. عندهم فرقه كويسه كويس جدا. بس بكره بقى نتيجتهم يعني مع سيراميكا هتفرق معاهم قوي. هتفرق. هي دي هتبقى مباراه فاصله. بالظبط فاصله كابتن. طيب وادي دجله. وادي دجله بعد فتره يعني تريحه زي ما بيقولوا في كره القدم واكتساح لاسوان بالاربعه برضو شايف فرص وادي دجله ايه ورايك في المباراه دي ايه؟ ما اعرفش شفتها او لا. لا عندنا تمرين لكن النتيجه عرفت بعد كده ان في اوريها لك دلوقتي هايلايت. بعد السلبيات اللي كانت موجوده من اللعيبه في معسكر في مشاكل حصلت. الجهاز الفني كان ممكن يمشي قبل المباراه ديت كمان من قبليها. بتاع وادي دجله بتاع اسوان بتاع اسوان. يعني في مشاكل يعني فممكن المشاكل اللي كانت موجوده دي سبب من الاسباب اللي خلت الكابتن علي يمشي. انه كان قبل كده كمان في مباراه المصري بتاعت الكاس كان قرر ان هو قال للعيبه ان انا همشي بس كسب وكسب فاستمر بعد كده لما خسروا بقى الماتش النتيجه الكبيره دي في اسوان فبقت مشكله بالنسبه لهم فمشي. فلا يعني دجله عارف يا كابتن الفرق اللي هي زي سان داونز وزي كايزر تشيفز كده الفرق بتوع جنوب افريقيا اللي هم ايه بيلعبوا كره حلوه قوي بس سهل يخسروا. يعني ممكن تلاقيهم بيلعبوا البرازيل ويخسروا 3-4 مش فارقه معاهم عايزين يستمتعوا بالكره. فدجله من الفرق اللي تلعب كره كويسه قوي بس سهل قوي يخسروا. اخطاء كتيره بتبقى موجوده في خط ظهرهم. ولاد صغيرين اغلبهم بيلعبوا كره حلوه قوي وعندهم لعيبه جامده جدا جدا طبعا في الناحيه الهجوميه عندهم مشاكل في خط ظهرهم. فسهل قوي ان الفتره الجايه يعني دجله يكمل لو برضه نفس القصه انه بدا يكسب. ماتشاته كمان صعبه جدا. الماتشات اللي مع الفرق مع بعض يا كابتن هتحدد يعني دجله ممكن يبقى ليه مباراه ثانيه مع البنك الاهلي ليه مباراه ثانيه مع الانتاج فهي الماتشات دي اللي هتحدد مين اللي يقعد. اي طبعا دي الماتشات دي بست نقط بالظبط هي دي الماتشات اللي هتحدد لكن دجله بحالات يعني مش مش ماشي مستوى ثابت يعني كابتن ان انت تقول الماتش جاي مطمئن على طول على نتائجه. الله ينور عليك كابتن. على الجانب الاخر يعني كيف ترى يعني هزيمه اسوان بالاربعه هزيمه كبيره قوي. عنده ماتش يا كابتن مع المقص. وعنده ماتش مع المقص. شايف ازاي الهزيمه دي؟ زي ما الكابتن مؤمن قال المشاكل اللي كانت حوالين الكابتن علاء عبد العالي ان هو ممكن يمشي من تفتكر من مباراه تفتكر دي تاثر للدرجه دي؟ في حاجه تانية حاجه فنيه. الكابتن علاء معودنا دايما على طريقه لعبه الدفاعيه. على فكره يا كابتن مش عيب انك تلعب دفاعي. الكابتن الجوهري اعظم مدرب الله يرحمه في مصر. كان بيلعب بيدافع كويس قوي. وانا كمدير فني انا من انصار ان انا ادافع كويس قوي. واقدر اسجل في اي وقت واقدر اكسب في اي وقت. بتدريب اللعيبه على الموضوع ده ان هم ازاي لما يروحوا للجول او لما يكون معانا الكوره ازاي نقدر نروح للجول ونسجل. الكابتن علاء شفته الفتره اللي فاتت او الاخيره كان يعني بيغير من طريقة لعبه أو أسلوب لعبه. إن هو على طول فتح خطوطه. يعني قدام الزمالك فتح خطوطه شوية وخسر ثلاثة. جه في ماتش وادي دجلة طبعا عشان على ملعبه في أسوان فأعتقد والناس والكابتن علاء برضه متأثر بالناس بتقول أنت بتدافع أنت عادي أنت ده أسلوبك. وده أسلوبك وبتنجح بيه والكابتن علاء نجح بيه. لا أول مرة أشوفه السنة دي بيفتح خطوطه قوي. يعني فاتح عامل ستريتش في الملعب كله وكان أسوان في ماتش دجلة كده. ودجلة ما ينفعش تفتح معاه بالشكل ده. ما نقدرش نقول كمان انه الجهاز الجديد بتاع دجله زي ما النهارده جونياس مثلا الجهاز الجديد بتاع بيراميدز ادى ايضا هناك جهاز جديد لدجله زي ما انت عارف لانه خلاص مشوا الجهاز مصر. هو كابتن اللي كان موجود هو الجهاز اللي موجود اللي مكمل الجهاز القديم ايوه المصر. بس يعتبر مدير فني يعني يعني هو فكر ثاني ممكن يبقى فكر ثاني يقدر الولاد يفوقوا معاه يعني لا وخصوصا انه مصري اللي هو عبد الباقي جمال خصوصا انه مصري مصري برضه محمد عبد الواحد ايوه بالظبط المصري برضه بيوصل لقلوب اللعيبه ولدماغهم اسرع شويه من الاجنبي. والحاجه الثانيه ان هو ممكن يكون اشتغل على الحته الدفاعيه شويه اكتر من تكيز. تكيز زي ما قلنا الحته الدفاعيه عنده بتبقى وحشه لما كانش تكيز بقى كان واحد ثاني او اليوناني برضه يعني هو نفس المدرسه كان نفس اللي هو بابا فاسيليوس بالظبط كان نفس المدرسه. بص يا كابتن مدحت الكورتين اللي ضاعوا دول كان كره خماسي مش ماتش يعني بص اخطاء المدافعين ضرب جزاء قبليها بص حضرتك كان بتلعب في خماسي ماتش اجوان سهله جدا اخطاء من خط الظهر في اسوان
كانت ساذجه جدا، ضرب جزاء اتحسبت، واحد راح يضرب واحد في كوره صعبه جدا، فليهم اخطاء كتير اسوان وخاصه بعد الاهداف اللي دخلت فيهم ففتحوا اكتر. الله ينور عليك. عشان يعوضوا حاجات صغيره قوي يا كابتن يعني. هو مع الاسف انه اخطاء اللاعبين بيدفع ثمنها المدربين مع الاسف. بالظبط، يعني لاعب يتدلع مدرب يروح بيجيبوا لنا شلل والله. طبعا هي مهنه في منتهى القسوه، صعبة يعني الاداره الفنيه دي مهنه، انا دايما اسميها يعني مهنه الضغط والسكر والعصبي وكل لا لا صعب. حضرتك اشتغلت كل حاجه. انا بقول لحضرتك انا كنت بالليل بنام رجلي بتتنفض لوحديها والله العظيم. والله بيحصل لي كده. اكيد ما انا بقول حاجه، هي مهنه الشقاء. فعلا، لانه كمان المشكله انه الكوره ثلاث عناصر، لاعب ومدرب وتوفيق. ومجلس اداره. اللاعب مش هيروح ومجلس الاداره مش هيروح. بالظبط، الوحيد اللي ممكن لا واللاعب ما بيغلطش. واللاعب في مصر هنا كمان بالذات ما بيغلطش خالص. المدرب هو اللي بيشيل الليله. المدرب هو اللي بيشيل في الاول وفي الاخر يعني. طيب، فرص، هل فرص دجله قائمه في البقاء؟ زي ما قلت لحضرتك، اسوان، البنك الاهلي، وادي دجله، الانتاج، الاربعه ليهم نفس الفرص. نفس الفرص الأربعة. لأنهم معهمش حد تاني، معهمش المقاولين. معهم المقاولين، بس المقاولين بخبراته بعيد. بس بعيد. والمقاولين بخبراته هيطلع يعني، هيزق نفسه. بس والمقاولين كمان له ماتش كمان، لعب 25 ماتش بس. ليه ماتش يا كابتن، وعنده ماتشات كمان، عنده ماتش مع أسوان، وعنده ماتش مع المقصة، المحلة، الاتحاد، الجونة، كل الماتشات دي سهل إن هو ياخد منها نقاط إن يقدر يعدي. لكن أسوان، أسوان عنده ماتشات كلها صعبة جدا. عنده 24 بونت دلوقتي، عنده سيراميكا، الأهلي، المقاولين، البنك الأهلي، بيراميدز، سموحة، إنتاج حربي، ماتشات صعبة جدا. ماتشات صعبة جدا 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 جدا. والأمر هيبقى فعلا، أتصور إنه الهبوط ده، بس كلهم عندهم ماتشات صعبة على فكرة. يعني ربما فرقة من اللي تحت دول يعني تنكشف أموره يبقى هبط قبل مثلا ما ينتهي الدوري بثلاث اسابيع. بالزبط. لكن الاثنين اعتقد يفضلوا معلقين. هي الماتشين الجايين يا كابتن يعني. الاسابيع اللي جايه دي هي اللي هتبين الشكل كبير. شويه هتبين الشكل شويه. طيب، نروح لكابتن عبد الناصر والبنك الاهلي ايضا. يعني سبحان الله، دجله كسب ورا منه، بنك الاهلي كسب، الانتاج كسب، والانتاج كسب. يعني دجله كان بيدردش معايا صديقي المهندس ماجد سامي رئيس النادي طبعا، ومنتعش جدا بعد مكسب دجله، وقال لي الصراع بيني وبين اسوان. لانه كان متاكد البنك الاهلي هيخسر والانتاج هيخسر، الاثنين كسبوا فدخلوه مره ثانيه في الدوامه. فنروح للبنك الاهلي ايضا ولقائه مع طلائع جيش. طلائع جيش فريق كبير وبيأدي اداء محترم جدا مع الكابتن حميد المسيوني، وفجاه يخسر اعتقد 2 2-0. اتفرجت انا على المباراه دي. طلائع الجيش أسوأ مبارياته على الإطلاق مع عبد الحميد مسيوني. يعني البنك بدأ المباراة بضغط عالي من فوق. وأثمر الضغط ده عن ضربة جزاء في الدقيقة 7. سجل يعني البنك، وصل اللي هو عايزه بسرعة. وسجل، وابتدى بقى يفرض أسلوبه على نادي طلائع الجيش. ابتدى يدافع ويروح بكور مركزه. طلائع الجيش ما كانوش في حالتهم لا الفنيه ولا البدنيه في المباراه دي، وما اعرفش ايه السبب، وده طبيعي يعني، ممكن يكون عادي، سبب عادي يعني، مش يومهم. بعد الارتفاع في المستوى هبوط شويه، لكن انا قلت لحضرتك ان كانت من اسوء مباراه طلائع الجيش المباراه دي. ما كانوش مركزين قوي، ما اعرفش ليه. البنك خد من المباراه اللي هو عايزه. خطف هدف وابتدى يلعب بقى على المرتدات بعد كده، وابتدى يفرض اسلوب لعبه على نادي طلائع الجيش. وبعدين بقى كابتن خالد جلال ابتدى يغير تغييرات دفاعيه عشان يامن نفسه، يحافظ وراح مسجل هدفين، يعني ضربتين جزاء. كنت لسه عايز اقول لك كابتن مؤمن، يعني خلينا برضو نقول انه المكسب من ضربتي جزاء. بالظبط، يعني برضو طلائع الجيش ما تلعبش عليه لعب يجيب بهدف، يعني تمام. ضربات تمام. جزاء، وضربه جزاء اللي هو اللعب النقل والكلام ده كله تمام. لا، هو ضربتي جزاء يعني. الثلاث نقط دول يفرقوا مع البنك الاهلي، يفرقوا كتير جدا جدا لو كسب بكره. لو كسب بكره امام المصري، النادي المصري، والمصري لسه خسران، فماتش صعب جدا جدا، وهو المباراه في ملعبه، في ملعب يعني المصري بيلعب دايما، ما بيلعب كله في برج العرب ايا كان، يعني مباراه البنك يعني. بس هي على ملعب برج العرب تمام، لكن لو ملعب المصري بالظبط. لكن هيحس بفرق كبير جدا لو كسب بكره، يبقى 6 بونت يعلوه كتير. يلعب بكره مفتوح، جيم مفتوح مع المصري؟ لا
عن مصري، المصري مع علي ماهر السنة دي ما شاء الله يعني عامل نتائج كويسة جدا جدا، روح عالية، لكن باستثناء المباراة الأخيرة ممكن يبقى ظروف في المباراة ان خسر اللعيبة، أخطاء ما فيش منه، لكن فرقة المصري لا، بنتكلم على فرقة السنة دي ما شاء الله عاملين ماتشات كويسة جدا، أداء عالي جدا جدا، بس محتاج لو في حاجة في آخر 10 دقايق بقى أجوان بتيجي في الماتش بكرة في اسكندرية على فكرة مش في برج العرب. يعني هو البنك الاهلي دي عنده فرصه كبيره جدا لان بعد كده عنده ماتشات زي ما حضرتك كده قلت، عنده ماتشات ما شاء الله سهله يعني عنده الاهلي، بعد كده الاهلي عنده بيراميدز، وبعد كده الجونه في الجونه، وبعد كده هيلعب اسوان. فلازم بكره الصعوبة. فلازم يعني ربنا يوفقهم طبعا، يوفق كل الفرق، لكن لو كسب بكره على ما يوصل لمباراه اسوان هتبقى ممكن مباراه فاصله بينهم بعد 4 أسابيع ممكن جدا، خاصة انه كمان النادي المصري هيلعب زي ما حضرتك قلت اولا بعد هزيمة نمرة 2، انه يعني يوم الحد اللي جاي، وبنبارك للنادي المصري النهارده سمير بيه حلبية الحقيقة اتصل بيا بيعزمني على افتتاح الملعب الجديد والله ملعب امال ايه ملعب النادي المصري هيفتتحوه يوم الحد ان شاء الله الساعة 11 صباحا والله جميلة لا مش هيلعبوا عليه لا 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 ده كويس ده من زمان وهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة أمر لهم بإنشاء ملعب واستاد ونادي وحاجة عظيمة جميل جميل, جميل جميل هم محتاجين ده من زمان الافتتاحية يوم الحد اللي هو يعني بداية افتتاح المشروع يعني طب تمام ما شاء الله عشان يبتدوا يشتغلوا فيه والكلام ده كله مبروك فالنادي ألف مبروك طبعا ليهم جميعا فالنادي المصري هيبقى عنده حافز اخر انه عنده افتتاح يوم الاحد والامور فيها تبقى حلوه يعني. وكذا وكذا انت عارف كمان يا كابتن مدحت الجمهور هناك ما بيقبلش بماتشين ده طبعا وضع حجر الاساس لسه بدايه المشروع يعني, عاملينه حتى في احد الاوتيلات في اسكندريه يعني ما بيخسروش هناك الجماهير ما يحبوش يخسروا ماتشين كده ورا بعض فخساره المباراه دي فمباراه البنك هتبقى مباراه صعبه يعني جميل طيب نروح بقى للجونه نروح للجونة كابتن مؤمن الجونة وعودة الجونة الذهبية أمام سيراميكا كليوباترا ماتش من ماتشات الغريبة ماتش غريب جدا جدا بالنسبة لسيراميكا وخاصة برضو إمكانيات البنك الأهلي وإمكانيات سيراميكا نفس القصة إمكانيات لعيبة كبيرة جدا أسامي كبيرة جدا موجودة هنا في الفرقتين بيحصل في مشاكل في النتائج عندهم سواء البنك الاهلي او سيراميكا رغم كل الامكانيات اللي اتدفعت وامكانيات مدربين على اعلى مستوى سيراميكا كسبان 2-0 وطبعا في ملعب الجونه انك تبقى متقدم 2-0 يعني دي حاجه كويسه قوي جدا انك ترجع تاني المباراه وتخسر 3-2 يبقى في حاجه الله اعلم يعني هل خطا يعني مش عايز اقول مثلا طبعا كابتن ضياء السيد يعني مدربين مدرب الكبار كبير طبعا مدرب كبير طبعا لكن ظروف المباراه ان اللعيبه تتراجع ان يتحسب عليها ضربتين جزاء في اخر الشوط الثاني نور السيد كان ضرب جزاء وكان واحده لعمر السعيد ضربتين جزاء زي ما حضرتك قلت برده نفس القصه اللي فاتت بالنسبه لضربات الجزاء فكان وهدف ملعوب وهدف ملعوب لعمر بركات ضربه حره 3-2 فتغير الشكل تماما بالنسبه للجونه ماتشات الجونه في ملعبها بتبقى صعبه جدا العمرو بركات العمرو بركات فماتشات الجونه في ملعبهم اللي بيروح زي اسوان بالظبط اللي بيلعب اسوان في اسوان الماتشات بتبقى صعبه نفس الكلام شوف يعني احمد ياسر ريان ما شاء الله عليه يعني داخل ما شاء الله بص مهاجم هنا مهاجم. الهدف ده كان ليه تاثير مهم جدا للجونه نرجعهم للمباراه مره تانية كان ممكن الشوط يخلص و2-0 كان متعرب الدنيا الشوط الثاني لكن صحيح. ده بقى 2-1 خلى الفرقه نازله الشوط الثاني لا عندها امكانيات عايزه تعوض وعايزه تكسب وده اللي حصل يعني قدروا ياخدوا 3 نقاط يفرقوا كتير جدا جدا عجبني طبعا رضا شحاته ما شاء الله يعني من المدربين الكويسين جدا جدا دي ضربه جزاء يعني بالظبط دي ضربه جزاء اللي اتحسبت كانت نور السيد غالبا فرضا شحاته ما شاء الله عامل برضو طفره كويسه جدا مع الجونه لكن طبعا انا بتفق معاك تماما كابتن رضا شحاته الحقيقه ما شاء الله يعني بس في حاجه كابتن كمان بعد اذن حضرتك فضل يعني فضل. اداره الجونه رضا شحاته جت فتره الجونه وقع شويه مفيش بقى استعجال ونغير ونعمل ونسوي استقرار في استقرار اداري وهم مقتنعين زي عماد النحاس في المقاولين بالظبط بالظبط هم مقتنعين بامكانيات رضا شحاته ومدين له الفرصه كامله وبيشتغل وهو بصراحه شغال كويس جدا عامل نتائج حلوه قوي مع الجونه وفرقه حلوه وفرقه جميله فرجع تاني ابتدى يكسب فدي حاجه بصراحه برضو استقرار اداري كويس قوي صحيح اتفق معاك تماما
ويبقى سيراميكا كليوباترا حقيقة من الفرق ايضا الممتازه يعني بعد صعوده طبعا قدم لنا كره حلوه طبعا لفتره مش قليله يعني، وهو جايب لعيبه كويسه وجايب فرقه كويسه صرف يعني صرف وجايب لعيبه كويسه قوي اللعيبه دي ساعدت هيثم شعبان ان هو يظهر امكانياته. هيثم برضو مدرب لسه كان جديد في الدوري الممتاز وادى اداء ممتاز وتغييره كان علامه استفهام بصراحه يعني، خروج وعلامه استفهام ان يتغير يعني ما اعرفش يعني. احنا مش طالبين من سيراميكا انها تاخد الدوري او تبقى في المربع الذهبي في البدايه، صحيح ده اول سنه ليك. فطبعا يعني وجهات نظر، هي وجهات نظر طبعا، وجهات نظر جميل. انتم مستعدين للمسابقه؟ المعلومات الثقافيه والفنيه ضايعه. انا هستمتع بالمعلومات. لسه الكابتن عبد الناصر واحنا بره دلوقتي بيقول لي كابتن مدحت عامل لنا المسابقه ديت ولا ايه؟ قال لي انا مفيش مش فاضيين. احنا هنستمتع يعني معلومات غزيره وعميقه في كل مناحي الحياه، ولكن بعد الفاصل. شرحت للكباتن قواعد المسابقة، واضحة يا كباتن؟ واضحة تمام يا كابتن، 100 100. وطبعا بكرر كل مرة انه في اسئلة انا بحب اكررها عشان اثبت المعلومة عند حضراتكم، لانه اسهل حاجة ان احنا نجيب 2000 سؤال على مدار الشهور لكن ولا معلومة هتثبت، لكن لو كررنا معلومة مرة والتانية ربما يعني بعض المعلومات تعلق مع حضراتكم. نبدأ السؤال الاول، يلا يا احمد. طبعا احنا اليومين دول بنعيش زهوة أمم أوروبا، هذا هو دوري أبطال أوروبا، والسؤال ما هو أول فريق فاز بدوري أبطال أوروبا؟ تفضل. ريال مدريد. يا سلام عليك، يا سلام عليك، برافو عليك. طب لو قلت لي سنة كم هسقف لك؟ ايوه بصعبها عليك. 1958. والماتش كان مع بنفيكا وفاز ريال مدريد 3-2 بعد وقت اضافي من شوطين، لكن يبقى المعلومه عند حضراتكم اول فريق فاز بدوري ابطال اوروبا هو ريال مدريد. برافو عليك. شكرا. اول نقطه ما شاء الله. 58 يا كابتن؟ 58. مبكر جدا. بدري. اللي بعد. ما اتولدناش. ما هي الدول التي فازت بكأس العالم مرتين؟ يا سلام على طول كده حافظ ولا ايه؟ امال ايه؟ انا ما لحقتش. امال ايه؟ بفكر. لا انت قلت لي ما فيش معلومات. اتفضل. لا اللقطه جت فرنسا طبعا. فرنسا. اساعدك؟ ايه؟ اساعدك؟ لا انا هقول لك بس حبيبي طبعا البرازيل ثلاث مرات. لا البرازيل الخمسة. اربع خمس مرات. الارجنتين مرتين. ايوه ارجنتين وفرنسا. فاضل واحدة بتاعت اول سنة 34 1930 اوروجواي. ايوه اوروجواي. برافو عليك. برافو. لا لا ده جاي. لا 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 طب يعني اديني فرصة. طب يا كابتن طب قبل ما افوت بقى الكرة العالمية، مين هياخد امم اوروبا؟ نفسي ايطاليا. نفسك ولا توقعك؟ توقعي كمان ان شاء الله، لان توقعك هم إيطاليا. ادائهم عجبني جدا السنه يعني، مفيش بلجيكا، مفيش اسبانيا، لا مفيش انجلترا بعد المفاجاه الكبيره واقصاء المانيا. ايطاليا وايطاليا وبلجيكا هم اللي عاجبني قوي. ايطاليا وبلجيكا. ايطاليا طبعا، بس اتمنى تشيك. تشيك عامله برضه مفاجاه وعامله كره حلوه، فرقه كويسه قوي قوي جدا. وفرقه جداً عنيفه جداً يعني. عنيفه ومتماسكه، من الفرق الجامده اللي متابعها من اول بطوله. البطوله طبعا من اول ما بدات لغايه دلوقتي قويه جدا جدا، كل الفرق يعني كاس عالم يعني. خلينا نقول من دور ال 16 لو بقى في مقدونيا والمجر بتاع فرق جامعه العافيه، لو حطيت معاهم مثلا لو حطينا معاهم برازيل وارجنتين خلاص كاس عالم يعني، يعتبر كاس عالم. طبعا. لا انت تتوقع بتقول انا بقول ايطاليا.
تتوقع إيطاليا، بس اتمنى تتمنى لكن تشيك. تتوقع ايطاليا برضه، ايطاليا بتلعب كوره حلوه قوي يا كابتن، غير غير اللي احنا كنا غير اللي احنا بنشوفها قبل كده ايطاليا. لا لا الحته الدفاعيه بس والكلام ده، لا لا بيلعبوا كوره حلوه قوي، وبقى لهم فتره مدرب ما شاء الله عليه، ما خسروش ماتشات بقى لهم اكتر من كام مباراه. زعلت على المانيا جدا؟ انا ما زعلتش صراحه جدا، انا زعلت ان انا كمان ادائهم في البطوله سيء جدا، مش هم دول المانيا، مش هم دول. انا زعلت على البرتغال برضو ان لما خسروا على كريستيانو. انا كنت مراهن الناس على اساس ان خسروا اول مباراه، فقلت لا رغم الخساره المانيا هتاخد البطوله. اوكي، يعني كنت بكلم ناس كثيره وقلت يعني زمايلي ان المانيا ممكن تاخد البطوله على المستوى ده. انت رشحتها كاسم لان يبقى المانيا دايما في حته ثانيه، لكن ما كانش السنه. جميل، السؤال اللي بعده. ايه اللي على الشاشه ده شفتوه؟ ايه ده اللي انت شفتوه ده؟ ايه جمل؟ طبعا جمل، هو في حاجه ده جمل؟ جمل. طيب كم عدد اسنان الجمل؟ لو حد عارف يدوس، مش عارفين هدي اختيارات. حد عارف السؤال ده؟ عدد اسنان الجمل، الجمل سفينه الصحراء. اختيارات 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 كده. 34 سنه، 40 سنه، 44 سنه. 34 40 44. اتفضل. 40 40 ده مش مظبوط، يتبقى 34 و44. بس شيل ايدك من على الباص. 34 و4 وايه و40. لو جاوبت صح هتاخد نقطه اضافيه، لو جاوبت غلط هنشيل النقطه اللي عندك. عندك روح المغامره، دوس. هغامر. دوس. ها 34 34 برافو عليك. الحمد لله، بغامر انا. اخد نقطه من الهوا، نقطه من الهوا. بقى 2-1. اللي بعد. كم يبلغ ارتفاع مرمى كرة القدم؟ معلش النهارده بقى، ايه ده انت؟ انا بقى المره دي بقى بس انتوا الاثنين مدربين جامدين. لا دوست يا كابتن، بس ما في حاجه غلط. لا ماليش دعوه، خلي بالك لو هو داس لو انت بعديه بثانيه مش هينور عندك، مش هينور. فهو كان ايده اسرع منك. اتفضل. 2 متر 44. برافو عليك، ايه ده؟ كلنا حافظين حافظين. دي معروفه دي، سهله يعني. انتوا ياما حطيته في السوكه وعارفين ارتفاعها على وش رجلك ورايحه في التمام 100 100. بقينا 3-1. خلي بالك يا كوتش، 3-1 خلي بالك. الماتش هيعمل هو هيعمل هيعمل ريمونتادا، هيعمل ريمونتادا. طيب اللي بعد. الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسه، فالو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسه، بارك لنا وهات لنا وياك هديه كويسه. الو 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 السؤال، من هو مخترع التليفون؟ لو مفيش إجابة أدي اختيارات. مفيش إجابة، هل هو دونالد بيل، جراهام بيل، بوستن بيل؟ تفضل. جراهام بيل. جراهام بيل طبعا. أنطوان بيل. برافو عليك. طبعا بتقول إيه؟ أنطوان بيل. هو فعلا جراهام بيل. انت كنت عارفها ولا جت كده؟ لا انت حضرتك قلت انا عارفها برضو. مخترع التليفون يعني؟ لا يعني لما قلت الاختيارات اتسهلت. اتسهلت بس ما لحقتش ليه؟ لا هو ده كان اسرع منه، هو برضو لعيب حريف. طبعا. يبقى كده 3-2. اللي بعد. كنت قويا اترك منين من هذا اليوم، فانا لا اعرف لا هسأل الأول، مين من المطربين بتحبه؟ عبد الحليم بعشقه فقط لا غير. لا لا في طبعا، بس قول لي اسم من جديد لو في حد بتحبه، رجل أو ست. عمرو دياب. عمرو دياب وأنغام. وأنغام. عبد الحليم، عمرو دياب، أنغام. فيروز طبعا. فيروز. فيروز من الجيل اللي هو القديم يعني. يا سلام. يا سلام. طبعا كل اللي عبد الحليم وام كلثوم وفريد وكل بتحب كل الجيل ده. طبعا من الحديث في حد بتحبه بصراحه؟ محمد منير بس. محمد منير بس فقط. محمد منير له عشاق يعني. محمد منير حاجه جميله. طيب
احنا شفنا عبد الحليم حافظ وهو بيغني قارئة الفنجان، عارفين دي رسالة من تحت الماء؟ مش قارئة الفنجان، دي رسالة من تحت الماء. اوكي انا كتبت قارئة الفنجان. لا دي رسالة، لا هو مش سؤال، ده مش سؤال. السؤال في اي عام توفي عبد الحليم حافظ؟ لو مش عارفين هدي اختيارات. انت بتحبه المفروض تبقى حافظ. لا انت المفروض ما احتفظش وفاته، لانها يوم حزين، يوم حزين. ايوه مش عايز تفتكره. ايوه طيب ادي اختيارات. اتفضل ادي اختيارات. 1900 بص لا ايدك بص تحت على الترابيزه، لا ايديك انتوا الاثنين تحت. تمام. 1975 77 1980 اتفضل. 77 77 برافو عليك، برافو. خدتها مني. بص اهي اهي خدتها مني. عمل ممتاز، عمل ممتاز. انا مستني. مستني. هو لاعب وسط وانت مهاجم. هو اللي بيمونك، هو اللي هو اللي بيمونك مضطر، وانت اللي بتخلص. كده بقينا 3-3. نطلع حبايب احسن. لا لا ده هو في الاخر في حاجه كده بنكتب عليها اهداء زي ما انتم عارفين. اللي بعد. صح. طبعا انا جبت يعني الموجه بتجري والموجه عشان الميه، عشان نستمتع بام كلثوم. طبعا طبعا عشان نستمتع بام كلثوم. السؤال ما هي نسبه المياه في الكره الارضيه؟ لو مش عارفين هديكوا اختيارات. ما هي نسبه يعني نسبه المياه بالنسبه لليابس، بالنسبه للارض، نسبه المياه قد ايه في الكره الارضيه؟ ادي اختيارات ولا حد عارف؟ اختيارات. لو حد عارف يدوس. لا اعرفها منين دي؟ ما انا حدش عارف ولا انا اعرفها والله. 71% 75% 80% 71 75 80 لحد يدوس. 71 75 80 قايس. نسبة المية ايه؟ في الكرة الأرضية. 71% 75% 80% اتفضل. لا ما دام دوست قول. المهم ان احنا كنا هندوس مع بعض. 71% 71% برافو الله. عليك. ماشية محظوظة ايه؟ ماشية ايه؟ شكلها غلط. لا 71% مظبوط. لا لا هي غلط. غلط؟ ماليش دعوة، هم قالوا لك غلط أكيد. لا 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 ده القاضي بيقول لي الموجة بتجري ورا الموجة دي. أحمد رامي. أحمد رامي ده كان بيعشق أم كلثوم. طبعا. بيعشقها، بيحبها، بيحبها حب رجل وامرأة يعني. ولما توفت كتب قال ايه؟ معرفش انا قلتها كده قبل كده ولا لا. قال ما جال في خاطري اني سارثيها بعد الذي صغت من اشجى اغانيها، قد كنت اسمعها تجدو فتطربني، واليوم اسمعها ابكي وابكيها. شوف الجمال بتاعك. بعد ما توفت يا جاتي احمد رام، بعد ما توفت طبعا ما بيورثيه. قال لك ما جال في خاطري اني سارثيها. وعبد الحليم ما جاش في باله ان هو يورثيها. وعبد الحليم كان بيحب سعاد حسني. جدا. كلام كتير بيقولوا اتجوزها ومش عارف ايه وكلام كتير بقى. نجوم ربنا يرحمها. الناس دي مش هتعوض يا كابتن. ما تتكررش. مش هتعوض طبعا. مين زي سعاد حسني؟ في كل حاجه، في الكوره وفي الفن وفي الطرب. لا الفن كان ثقافه والشيوخ وكل حاجه بصراحه. كله كله كله. كله. لكن يا رب في تصور. ها؟ يبقى 4-3 لغايه دلوقتي. 4-3. ماشي. 4-3. اللي بعده. ايديكوا على الترابيزه. انا ملتزم اهو. ما هي العمله الرسميه في سويسرا؟ العمله الرسميه في سويسرا. وحد حدش راح في سويسرا؟ لا انا ما رحتش. رحت سويسرا عشان كده ما تعرفش. اتفضل. فرانك. فرانك السويسري. برافو عليك. لا بقول لك كده. لا لا جاهز. داري بس انت عندك فرصه لسه. بس هو عمل ريمونتادا جباره من 3-1 ل 5-3. 5-3. فاضل كام سؤال طيب؟ فاضل لسه سؤالين. وربما في سؤال ثالث والله اعلم. طيب ماشي. لكن عندك فرصه. ربنا يسهل. بقينا 5-3. اللي جاي دي اغنيه مسكنين فيها كلمتين، يعني المطرب اللي هيغني هو عبد المطلب بالمناسبه. هيبقى في كلمتين كده احنا مسكنينهم مش هتسمعوهم. اللي يعرفهم وهو بيغني
يدوس، ما عنديش مشكله، مش لازم تستنوني اما ارجع. يعني اول ما تسمعوا وتلاقوا السكته موجوده، لو حد فيكم عارف يحجز. انا كان لازم المسابقه دي اجيب حمايه يقعد مكاني، هو فنان بيعشق عبد المطلب وعبد الحليم، ويعني وقاعد بيتفرج هو في البيت عندي. مساء الانوار، مساء الانوار. عبد المطلب ده يعني ده حاجه ثانيه، حاجه يعني حاجه حد مش عارف يوصفه والله، حاجه من الحاجات. اصوات زي ما انت قلت ما تتكررش. طبعا يلا يا احمد. عيني على الجمال، يا عيني على الجمال. انت حجزت ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان انول كل الرضا يومات اروح له مرتين. مش سيدة لسيدنا الحسين. برافو عليك. لا لا مش حافظها دي. بتتكلم جد؟ اه والله دي اغنية مشهورة جدا. انا حافظ الكوبليه الاولاني بس، ده كلام اللي بعد كده مش حافظها. ده كلام. ده مرة الله يرحمه سمير غانم في مسرحية اما طلع، افتكر كانت المتزوجون، مش فاكر كانت ايه بصراحة يعني. وبعدين انت عارف هو بتاع افيهات يعني، فبدا يجيب حاجه الموفق بتاع قال لك بابوري رايح بابوري جاي، وفي الاخر ضربوا في بعض. وبعدين جاب لك دي، قال لك ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوميت اروح له مرتين. قال لك صايع على بقى، فاكر مش عارف اروح له. قال لك صايع على بقى كل يوم اروح. لا ده مش سمير غانم. ها مين؟ هتديني نقطه؟ طب تسمح لي لو قالها اديله النقطه بعد اذنك. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن. سيد زيان. لا سيد لا. زيان لا هو الكابتن صح. سمير غانم. سيد زيان والله في مسرحيه. والله سيد زيان قالها في مسرحيه. لا الكابتن صح. والله سيد زيان قالها في مسرحيه. صايع انا بقى. مش في مسرحيه متزوجون يا كابتن. لا مش متزوجون، المسرحيه اللي كان فيها سمير غانم. والله سيد زيان، والله انا بحلف. ما تحلفش بس، ما تحلفش. لا انا متاكد ان هو سيد زيان الله يرحمه. المسرحيه اللي كان فيها سمير غانم مع الاولاد الصغيرين. ايوه مظبوط. اللي هي موسيقى في الحي الشعري. موسيقى في الحي الشعري. ايوه. وسيد زيان في مسرحيه قال برضو نفس دي، وقال انا صايع انا بقى رايح جاي. نفس الموضوع. اللي قصده الكابتن مدحت صح. لا سيبك من اللي قصده، هل هو سيد زيان قال كده؟ قال كده والله. سمير غانم. لا انا متاكد. يتاكدوا يا كابتن من الكنترول. هل سيد زيان قالها برضو؟ والله قالها. يعني هما الاثنين قالوها. سيد زيان كان في طب انا القاضي بيراجعها اهو. سيد زيان في مسرحيه مش فاكر كان اسمها ايه، كان على طول بيتكلم على المطربين على المطربين على المطربين. لا مش هات اسم المسرحيه عشان انت وافقت. فلو هو صح ايه والله والله سيد زيان قاعد يتكلم على المطربين على المطربين، وحتى من ضمن الاغاني قاعد يقول وحبيبتي على الترعه بتغسل شعرها. تغسل شعرها، وقعد يتريق على دي، وبعد كده راح جاي في دي وقال انا صايع بقى رايح جاي في الحته. فعلا. والله فعلا. انا شفتها المسرحيه دي 3-4 مرات. لا وانا صايع. فهلاوي مثلا. فهلاوي. فهلاوي بالظبط. كابتن مدحت بيتكلم على اللقطه بتاعت من السيده للحسين. هي اتقالت برضه. هل هو قالها؟ هل هو قالها؟ لا قالها قاضي. والله والله انا بحلف. قالها؟ انا شفتها. خلاص هو القاضي قال لي قالها وانت وافقت. لو هو قال هياخد نقطه. انت وافقت. انا حضرتك شايفه كانت خلاص. لا مش اللي انا شايفه، انا سالتك انت حضرتك. ماشي. لا لا مفيش مشكله كده. انا سالتك وانت 5-4. هو قرارك انت مش قرارك. لا 6-4. شوف انا حقاني بس. لا 5-4. 5-4 ازاي؟ 5-4 كنا 5-4. شفت انا حقاني اهو. 6-4. برافو عليك. يبقى خد نقطه على الحقانيه دي. يبقى 6-4. عشان انت جاوبت دلوقتي. كده خلاص. 6-4. طيب اللي جاي ده افيه لعبد الفتاح الاسري. ماشي. انت شكلك حافظ الحاجات دي. انا مش حافظ الحاجات دي. برضو في كلمة واحدة هو بيسكت فيها، اللي يعرفها فيكو اثناء عرضها يحجز. تمام. انا بس عايزين الاول نسمع طبعا عبد المطلب بقى في الاغنية كاملة. الاغنية كاملة عشان الناس تسمعها معانا. يلا. السيدة لسيدنا الحسين. جميل. يلا يا سيدي اتفضل. ايه عين سكون ط بفتح باء ألف مد نون ضمتين أن. هو حجز. اتفضل. حنشن. حنشن. سمعها لنا تاني بقى. سمعها لنا تاني. ليه؟ ضمتوا عين سكون ط بفتح باء ألف مد نون ضمتين أن حنشن.
يعني طبعا الغريبة ان انا دورت على 200 ما لقيتش، فالحظ النهاردة على 100 معلش كلهم 100 ولا بص اهو عشان تبقوا عارفين اللي انا واخدهم من القناة عشان كلهم 100 اهم اهم كله 100 مع الاسف فيهم 200 ما فيهاش 200 لا خلاص كلهم 100 مش مشكلة. يلا هنقول بقى هنا يبقى 6-5 تمام. يبقى هنا فاز كابتن مؤمن عبد الغفار على كابتن عبد الناصر محمد 6-5 ونمضي هنا كده مدحت شلبي. النهارده كام يا جماعه؟ النهارده 1-2 بقى كده 1-7 1-7 20-21 ميلاديا. دي ما تتصرفش يا كوتش اوعى لا 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 راح يرجع لي باقي العلال خبر ابيض شرف هتمم عليه شرف ما لقاش عند بتاع الكشري اللي على النصر لا 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 او عند اسماك لولا الترسانه ما عند الترسانه عنده ايوه ايوه كابتن عبد الناصر شرفت ونورت الله يخليك يا كابتن انا سعيد ان بحضرتك شكرك شكرا جزيلا الجنرال بتاعنا ربنا يخليك كابتن مؤمن شرفت ونورت ربنا يخليك يا كابتن دكتور اسعد بن حضرتك دايما وفعلا بتبقى حلقات جميله جدا الله يخليك. وبشكر طبعا طاقم الاعداد كله كابتن عبد الناصر اخويا وصديقي ونتقابل على خير ان شاء الله بشكرك جدا بشكر حضرتك طبعا على الهديه الجميله دي اهداء مش انا ربنا يخليك هنقسمها انا وعبد الناصر لا ده عليها اهداء ما تتقسمش طب ما هو لازم مش هيما 200 يبقى المية التانية في اهداء لا ما هي دي اهداء للكسبان شاكرين يا كابتن ربنا يخليك اشوف حضراتكم بمشيئة الرحمن الثلاثاء القادم اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.